من جديد مرحبا بكم في حال البلد، ومرحبا بكم في صالون سوداني 24، ومرحبا بضيفي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد محمد خير. ومحمد محمد خير اللطف والكتابة الطعمة والأنثى الشفيف زي ما بيقول أستاذنا حسين خوجلي. مرحبا بك محمد. الحمد لله على السلامة، رجعت من كندا. أول شيء طمن السادة المشاهدين وكل أحبابك على صحتك يعني. الله يكويس. أول شيء أنا يا أخي أهنيك يا أخي على المجهود الكبير ده والإضافة، يعني ما أقدر أقول النوعية الثرة للعمل الفضائي التلفزيوني السوداني. وأنا حسيت يعني مما أنا داخل من الاستقبال لحد ما وصلت الاستوديو بحرفية ومهنية عالية جدا، وسريرتا يعني حقيقة يعني. وإن شاء الله ترى دائما بتحب الخير للناس يعني. جدا، ومعروف عنك يعني الله الوسط فيه. إنك تحتفي بنجاحات زملائك، ودي حاجة نادرة. بالضبط. وأنا حقيقة عدت من كندا، طبعا أنا مقرر لي 5 سنوات، نقول الخواجات تكون أندر سيرفيلنس يعني تحت المراقبة، وبعد إجراء العملية واستئصال الرئة وكذا. ومشيت يعني مضيت 4 شهور في فحوصات متقطعة، بعد ذلك الشهر الأخير فحوصات مكثفة شديد. والطبيبة قالت لي إنه المرض ده تقريبا يعني انتهى، لكن أنا ما بقدر يعني بفكك هسه يعني إلا بعد ال. طيب كده ورينا، أول ما سمعت كلمة سرطان، كلمة دي ما عندها طبعا دلالة صعبة جدا. أول ما قالوا الطبيب قال لك القصة دي، أنت كيف كنت؟ هي عارف يا طاهر، الحكاية دي بدأت من هنا. يعني أنا قبل ما أمشي كندا يعني عندي إحساس داخلي إنه أنا عندي سرطان. ليه؟ يعني أول شيء طبعًا كنت بعمل يعني وزني ابتدى ينزل، وابتدت شهيتي تقل للأكل، و ابتدت أشعر بفتور شديد، ومرات يوم كامل أكون في البيت ما أقدر أطلع. لكن في زول عمل لي إشارة أنا أخذتها بشكل دقيق جدا يعني، وامتثلت لها يعني. كان يوم جمعة، وأنا كنت راقد في البيت وزوجتي، وأنا أولادي كلهم برا، زوجتي سافرت كندا للولد، وأنا قاعد في البيت بقرأ في رواية بتاعت أورهان بهاموك اسمها اسمي أحمر. طبعا روايتها أنا ما قريتها إلا بعد العملية. يعني بقرأ فيها كده قحيت، طلعت كتلة بتاع الدم كبيرة جدا، فابتديت أحس كده بأنه في حاجة ما طبيعية يعني. في الفترة دي جاني عادل عبد الغني في البيت، قال لي يا أخي تقوم تمشي معايا المغابر للدفن بتاعت الأستاذ غازي سليمان. طبعا غازي عزيز جدا علي، وقضينا فترات، كان في المعتقل سنة 89 و90، وكانت فترة سلسة جدا. ايوه. فامتثلت له ولبست عمتي ومشينا. بعد الناس دفنوا وكده لقيناه على كرتي. على كرتي ده انا ما عندي بيه علاقة، كان عميقة كده يعني. لكن هو كوزير للخارجية، وأنا كنت ملحق إعلامي في قطر، وقطر كانت مهمة وكان بتردد كثير، وكنا بنلتقي في بيت السفير ياسر خضر. فعاين لي وقال لي يا أخي أنت مالك؟ قلت له لا ما في حاجة مالي. قال لي يا أخي شكلك كده ما طبيعي يا أخي كده. يوم الاثنين تعالي في الوزارة، لما ركبت مع عادل العربية قلت له عادل انت انا مالي؟ قال لي مالك؟ ما عندك اي حاجة. طبعا عادل ده انا زوج اخوي وصديقي من 76، يعني ما حصل يعني مرة يومين ما شافني الا فترات الغربة دي وكده. قلت له ما في اي شيء كده حولي انا ما طبيعي؟ قال لي ابدا. قلت له انا على كرتي ده؟ قال لي كده
قال لي لا بس لانه طول جدا ما شافك وشافك تكون في قطر وانت حزنان. لكن انا اليوم ذاك ما نمت اصلا. يفكر في انه الزول ده زول ما قال لي ساي ما قال ساي يعني ده زول عنده بصه يعني. فمشيت له يوم الاثنين قام قال لي يا اخي انا والله يعني شايفك كده تعبان وبتاع حق وتعمل لك فحوصات وكده ونحن من الوزاره بنعمل لك تذكره كده. قلت له والله يا اخي انا الحكايه دي ما هو اقترح علي انه امشي مصر. قلت له يا اخي الحكايه دي انا حاسبها حاجه كبيره كده وانا افضل امشي كندا لانه انا اصلا عندي جنسيه كنديه وبتعالج مجانا يعني. فركبت مشيت كندا مشيت كندا دولنا فحوصات حوالي 42 يوم ما في ايش في اي حاجه يعني البتاع سليم مليناه. الطبيب اللي انا المستوى الاول يعني طبعا في كندا هناك المستويات مختلفه طبعا انا هسه يعني دي تخريمه كده انا بقول انه العمل اللي توافر لي ودكتور مامون حميدة ده من شأنه إنه يعمل سيستم طبي بحيث إنه أي مريض أي زول في السودان يكون عنده ملف وريكورد معروف حتى في الصيدليات يعني ده النظام الموجود في كندا. فأنا قلت للطبيب ده هو سوداني وجا كندا مشيت كندا سنتين عالية السودان أي هو طبعا هو برضه رجل صديقي اسمه دكتور غانم إدريس عبد السلام من أميز الناس في الطب وحتى في كندا يعني متميز برضه وسط الكنديين ذاته. لكن ده المستوى الأول يعني ده ما ده اللي هو بيكون السكري والضغيط والكده ولو في حاجة غامضة والكده يعني حولك لأخصائي كبير كده. فقمت قلت لها غانم أنت السرطان ده مش بيعرفوه بالدم الأبيض كرويات الدم البيضاء قال لي هاي. قلت لها طيب يا أخي أنا داري أعرف حصل شنو قال لي كلها موزونة. طبعا ده بوريك انه السرطان كان ماسكني ده من اخبث انواع السرطانات ما بيظهر في كرويه الدم البيضاء بيظهر في بروتين اسمه كروماجرانين انا زي طبعا اول مره اسمع بيه. ف قال لي ما في انا قال لي صراحه كنت ماشي في الاتجاه ده لكن عملت لك البلد فيلم ده يعني وشفت كرويات الدم البيضاء وقياسات تانية ما شايف في حاجة. فعلى العموم نمشي نعمل سي تي سكان للصدر كله يعني ده كان آخر تيست. فلما شفت عمل السي تي سكان دي سألت الخواجة العمالية قلت له بتطلع في كم يوم قال لي في 3 يوم بتمشي للدكتور بتاعك. ف قعدت أعيد غانم ده عادة أي فحص أنا عملته عنده قبل ما أجيه بضرب لي تلفون بقول لي حاصل كده وكبدتك زي الشافع يعني شاغلني كده. فتم 4 يوم ما ضرب لي بعدين اليوم الخامس التلفون بتاعي رن الساعة 7:30 صباحا. انت متحمل الحكايه دي كيف ما ضربوا لك؟ ما يعني هو طبعا لما يكون في حاجه بيضربوا لك عاده لو ما في حاجه بيعتبروا فحص عادي وما ما بيضربوا لك انت مشيت على الجانب ده اي. فضربت لي خويه الساعه 7:30 صباحا قالت لي انت احمد؟ قلت لها انا طبعا هناك اسمها احمد اسم العائله. فقالت لي يا اخي انت تجينا هسه ميدير. أنا طوالي في اللحظة ديك حسيت بأن في حاجة كبيرة يعني وعرفت تلفوني من وين وكده. فأدتني العنوان مستشفى اسمه برنسس مارغريت. لما سألت عن برنسس مارغريت ده الساعة 8 كده قالوا لي ده مستشفى السرطان في كندا. والله يا طاهر يعني أنا نزلت علي شجاعة شجاعة غريبة يعني. وبعدين ابتديت احس انه الدنيا دي حاجة ما فيها اي شيء بيستحق يعني. واستحميت وكده وكلمت زوجتي قلت لها دي المستشفى بتاع السرطان.
قالت لي عشان كده غانم ما ضرب ليك وما عايز اقول ليك والحول الورق وبتاع. اتصلت بيه مرتين ثلاثه ما رد علي. فمشيت قعدت الراجل. وطبعا يعني ما كان الموضوع بتاع انه ده سرطان ولا مصر، لكن الدكتور ذاته دكتور شكله مخيف بشكل غير عادي يعني. وانا اول مره اشوف لي زول عنده عيون بالحجم ده، يعني عنده عيون كبيره وبعدين هو عجوز وصوته جهور زي حمد بدر الدين كده صوته. فقام قال لي يا اخي انت عندك ماس ده اللي هو تقريبا ترجمته كتله في الرئه، وانا ما بقدر اقول لك ده سرطان ولا ما سرطان، لكن اغلب الظن سرطان، وانت لازم تعمل حاجه اسمها برونكوسكوبي اللي هي تشيل عينه منها الرئه، ونحن جهزنا لك الحكايه دي وحيتصلوا بك وتمشي تعمل لي العينه ولوعدك نحدد. نحن راجعين انا وزوجتي يتصلوا بي جراح ده عكس ذاك تماما، شكله ملائكي ورجل جميل ورزين ووراني يعني شرح لي وقال لي انا هنجيبك بعد يومين هنشيل العينه، وانا قبل ما النتيجه تطلع من المعمل اي كان تيل انها شيء. في الفتره دي انا رسلت لاولادي طبعا في مدن مختلفه، يعني بدأت تتحرك بيه تروح بقيت بتحرك بوداع يعني وداع اي يعني خلاص يعني. طبعا الحاجه المتعلم لها انه انا عندي روايه شغال فيها ما حاتم معي يعني دي اكتر شيء كان معلمني يعني. فلميت اولادي واتكلمت معاهم وكده، وطبعا عملت مراجعات كده شفت لا ورا ما انا شاعر كده بانه انا ما عملت اي شيء غلط يعني كثير يعني ما عملت ما ازيت زول ما اصلا ذاتي ما ضد معتقد السلطه ذاته، انا ما عندي اي سلطات علي يعني ما شاعر بانه عملت حاجه كعبه يعني، اللهم الا تكون معاصي صغيره يعني. يعني بتتجبر يعني ايوه بتتخارج. العموم طبعا انا عندي بيت يعني بحبها جدا يعني، ودائما بتامل كده ان الزول يكون ساقلبت من الفتحاب ومداها مصر من هناك مشت كندا وحافظت على نفسها وعملت دراسات عليا وبتدرس في امريكا، فالزول بيشعر كده بفخر كده. أنا قلت لها أنت المفروض تكون شجاعة شديد وبتاع وتتابع مع الدكتور ده العاصب يعني. فالدكتور قال لا أنا بس بمجرد ما أشيل العينة من العينة أنا هعرف الحكاية دي شنو. ودوني وطبعا البنج وكده وشالوا العينة وركبنا العربية عشان نرجع. في اللحظة دي هو ضرب لي بنتي. فقال لا خلاص خلي أبوك ده منتلي جهز لعملية كبيرة هنجري عليه، وابوك ده عنده نوع من السرطان اسمه كارسينويد. بقى دخلت روح البحث والتخصص الصحفي كده يعني، انا القرايه اللي قريتها عن الكارسينويد ده ما قريتها عن محمود درويش ذاته يعني قرايه عميقه عميقه جدا. طلعت بالاتي انه هو من اخبث انواع السرطانات لانه ما بيظهر في الدم الابيض، وبعدين القحه بتاعت الدم دي واحده من ابرز علاماته، ولكن الحاجه تدي امل انه العمليه اللي بيجروها عليك دي حوالي 70% من العلاج، بعدك بقى 30% ده ما كيماي حاجه اسمها هرمونال بتعالج واحتمالات النجاة منه كبيرة أكبر من أنواع سرطانات تانية مثلا في المثانة أو البنكرياس اللي هو أخطرهم على الإطلاق رغم خباصة يعني. أيوة لكن هو عنده خبث من نوع خاص إنه ديسكريت وما بيظهر إطلاقا يعني ما بيديك أي حاجة يعني.
عشان كده بشيلوا ليهم الكروموجرانين ده. انا لما فحصوا لي الكروموجرانين ده العادي في الدم من اي بني ادم 110، انا كنت 2400. طبعا دي اكدت انه ده كارسينويد يعني. بعد ذاك اجريت العمليه وقعدتها اكثر من 4 شهور، وقابلت بعد حولوني لاخصائيه بتاع سرطان، الدكتور جراح الملائكه ده هو اخصائي بتاع ازاله اورام سرطانيه، وبقت بيني وبينهم علاقات جميله جدا للطبيبه دي، وياهو شرحت لي حاصل كله وبعلميه شديده جدا، وابتديت اتعامل مع الموضوع ده زي كانه انا بعمل لي في استطلاع صحفي يعني. يعني شالوا جزء كبير من يعني شالوا تقريبا 3/4 الرئة، ودي كانت الاحسن لانه بقول لك في المارجن للسلامه بشيلوه. طبعا دي عملت لي مشاكل في التنفس وبتاع وكده، وعملت لي مشاكل برضه في انه ما بيتحمل الحر والغبار، وبقيت ما بمرق من البيت كثير. لكن استعدت احساسك بالحياه. طبعا ايوه مشكله السرطان في البدايه حسب الحاجه اللي في يعني شفناه، وحاله ذهنيه يعني اكثر من وانت رجل. وطبعا انا بعد ذاك يعني شفت حالتي انا مع حالات الناس اللي شفتهم، يعني انا بحمد الله يوميا. يعني انا لما امشي لدكتوره لينجس دي في العياده، هم زي 5 اخصائيين سرطان اورام، العياده بتكون زي الاستوديو كده تقريبا، يكون في زي 20 25 نفر قاعدين. اكثر زول وزنه ثقيل يكون 25 كيلو، واثار بتاعت الكيمائي والعيون، واكثر منظر انا افزعني وقاعد جنبي واحد جاي ممارض زول يعني. فلما ندهوه دخل الراجل المريض ذاته ده قاعد بتونس معاي، وراني قال لي ده صديقي وعنده سرطان في البنكرياس وكده. فذاك لما جاء ده خلاص اتهيأ على السن يقوم، فقام قال له يا they told me I'm not going to last more than 6 months. ده قال لي good luck، يعني حاجة مفزعة. ترجم لنا. قال لي أنا ما قالت لي الدكتورة ليه دي زولتي دي ذات لينجز دي ما حد عيش أكثر من 6 شهور. فده قال له خلاص good luck، وقاموا مشوا. يعني حاجة مرعبة أنا الرعب بالنسبة لي في العيادة مش في حالتي أنا، لأنه بشوف حالات غريبة، حالات يعني زول ما عنده شعر، زول كراع وتكون كلها تكون زي بتاعت أصبعي ده كده، العيون جاحظة، حاجة يعني يوم الآن يكون عندي موعد ماشي ده هم كبير جدا يعني. فهسا اخر مره الكروموجرانين ده من 2400 نزل داون، هسا بقى 60 اللي هو اقل من المعدل العادي يعني. لكن بعد ده هي بتفتكر انه في احتمالات رجع، يعني ممكن يرجع، لكن اذا رجع وانا تحت المراقبه دي بيكون يعني كنترولبل يعني تجربه قاسيه. قاسيه شديد. الموت عنده طعم كده زي بالضاقه. ها زول بيذوق طعم الموت مره. ايوه في التجربه. أي. اولا انا ما اقول لي عندك سرطان، يعني ما زول بتجيبوا حاجات كده. عارف اول زول ظهر لي انه حيبكي عليه شديد جدا امير صديق. يا سلام يا اخي، والله تصور امير راجل يعني بس في اللحظه دي ذكرت امير صديق. راجل حبيبي يا اخي، تحيه له. اي والله صديق. اي والله يعني بس لحظه ذيس از كانسر، انا طبوالي اول زول جا في ذهني امير صديق. شوف انا عندي تقريبا الاف الاصدقاء، يعني لا جا عادل عبد الغني، لا عادل الباز، لا ضياء الدين بلال، لا بتاع، لا يعني كلنا لا مامون العجيمي شايف، بس جاني امير صديق ده ضاحك كده وباسم. فقلت يا اخي الزول ده هيحزن حزن شديد يا اخي، وبعد ذاك بلعتها كده. يعني اكثر حاجه الزول بتخيلها والله يعني محمد خير يكون عنده مشكله بتاعت كوليسترول من اللحمه الكثيره والخرفان اللي بيحبها دي.
لأنه عندك علاقة زول بيشوفها في الكتابات، علاقة مع الخرفان غريبة يعني، علاقة جزار بالبهائم يعني. فكده أول شيء يعني مطام ربنا يعني كتب الشفاء وعافاك يعني، إن شاء الله يديك طول العمر يعني. أشرح لنا ونستاذ المشاهدين، لأنه أنت برضو عندك تجربة مشيت كتبتها عن الجونجوليس، خليت البلد كلها تشتري في الجونجوليس. الجونجوليس تعرف أنا كان عندي كوليسترول عالي جدا، ممكن حصل 600 من الخرفان دي؟ أو ما من التاريخ الغذائي بتاع الزول يعني. احنا زمان لما كنا يعني في سنة 17 و18 بنفطر بالضنب بتاع الخروف يعني، يعني عملية عادية جدا. وبعدين أنا عندي أصدقاء يعني مش أصل الناس الأخوان المسلمين بيقولوا أخونا في الله، أيوة عديل أخوي في اللحم يعني بقول لا أخونا في اللحم يعني عندها أصدقاء كده ونستنا زادة في اللحمة والأجزاء بتاعت الخروف والبتاع منهم. واحد اسمه عوض الله هو شاعر محمد طاهر القداد، وصديق قاضي اسمه بشير معاز في مستشار قانوني كبير في الدوحة. يعني ناس كده بيجمعنا اللحم يعني زي اللحم بقى ايديولوجيا. كيف يعني ايديولوجيا؟ يعني يعني ده الجامع بيننا يعني. حزب اللحم. حزب اللحم. فلما مشيت كندا كان الكوليسترول عالي جدا. انا ابو جبيل لما قلت لك المشروع اللي بعمل فيه مع محمد ده لو كان هناك في كندا، اول شيء اسمك وعنوانك ساكن وين وتلفونك والايميل ادريس بتاعك. وبعد ذاك لو انت مثلا عندك كوليسترول في جمعيه بتاعت مرضى الكوليسترول، عندك سكري في جمعيه بتاعت مرضى السكري، هسه انا عضو في جمعيه السرطان، وبرسلوا لك بالواتساب وبالايميل كميه كبيره جدا من المعلومات. فانا في دبي الدكتور ده رسل لي اسمه بلير، رسل لي الرسالة انه عندكم في السودان. انا قلت له انا ماشي السودان، التبلدي انت ممكن يعني تستعمله، ده مخفض كبير جدا للكوليسترول. بعد ذاك يعني من كندا يعني حكاياتك يعني حكايتي جاتني من كندا مش من انا قطعتها من راسي يعني. فقمت كتبت العمود ده، كتبت العمود ده انتشر. وانا طبعا بعد ذاك جربته وجربوا معي في السفارة الوقت ذاك ناس كثيرين جدا كلهم عندهم كوليسترول. ابتدي يعني نشرب بالليل ونوم يكون آخر حاجة يعني انت تناولتها، وفعلا حصل انخفاض كبير جدا في الكوليسترول منهم أخونا الكاروري بلازم الكاروري هو السفير في دبي. فلاش احتجوا عليك في القصة انه انت خليت كأنما الحل السحري للكوليسترول. اي طبعا انا في دكتور اسمه دكتور انس في مستشفى رويال كير رسل لي رساله يعني قال لي يا اخي انت يعني عملت لنا مشكله كبيره جدا في مساله الوصفه دي، والناس خلوا الحبوب بتاعت القلب يعني الناس بنصرف لهم قليب وبتاع بقوا ما بيشتروها بيشربوا الجونجوليز ده وبيقعدوا. لكن هو مش علاج نهائي. انت ما دهشت لي سر انه المقال ده لا بشكل غريب جدا حاجه ما طبيعيه. ايوه يعني انا ذاتي كتبته زي كانه بس حاجه كده الواحد بيحب الخير للناس يعني وتجاربه الشخصيه يعني. فلكن انتشر انتشار شديد جدا واسعاره ارتفعت. طبعا حسين خوجلي يتعامل مع الموضوع ده بخبث شديد جدا، قال انه محمد خير عنده صديق وعنده شحنه بتاع جونجوليس وده ما عارف قصه ملحمه اولاد ام درمان. شنو كده علاقتك بالخرفان دي؟ انت الحكايه دي من الوالد؟ ايوه طبعا احنا اهلنا كلهم جزارين يعني، وهسه طبعا احنا عندنا الشوايب اولاد ام درمان اعلان اعلان مجاني اللي هو ده ولد خالتي. يعني عندي ولد خالتي الكبير مبارك هو في سني يعني بدينا حياتنا سوا في ام درمان مع ابوه زول شهير جدا اسمه علي ابو القاسم بيقول له علي جن، وهو خال ناصر درميس اللي هو كان رئيس اتحاد مصدرين الماشيه
اللي هو عادل الباز متزوج بنته وعنده اولاد كبار. تأثير العلاقه مع قصه البهائم دي ومعرفتها يعني مما من الاصيبه يعني احنا كنا بنبيع طايوق في سوق درمان عمرنا 9 سنين وبنقعد كبار جزارين كبار دي كلهم يعني بنشوفهم يعني عمك ناصر درميس وعباس حامد ومحمد بشير الضو وعم علي ده وقاسم وتشربت انا ذاته بثقافتهم وبقعد بالليل معاهم نحن في الوسطى الوقت ده كله كده بيتونسوا يعني طبعا الجزارين لما نقعدوا مع بعض ما في كلام عن صادق المهدي ولا سياسه ولا بتاع ده بتقولوا حاجه انصرافيه يعني تكلموا في البهيمه بتاعت بكره وشكلها حيكون كيف والدهن والبتاع وكده يعني وبعد ذاك ذاك يقاطعوا بانه هنا الخروف ده قرج طيب واللي عليه الطلاق ده خروف كده وانا بستمتع جدا بالونسه دي واسان الروايه شغال فيها البطل بتاع الجزار الجزاري ده العنيفين بحكم تعاملهم ابدا والله من اردت الناس طبعا اكرم ناس في العالم الجزاريين والجزار الاصلي لازم القروش الكسبه يضيع خلال اليوم ولازم يمشي الجزر بكره ما عنده جنيه ليه عشان يبدا كده ده جزء من الصحافه العامه واحد اذا انت اديت تفسير واحد قال لي والله محمد احمد خير ده اكثر زول بيعرف يجيب القروش واكثر زول بيعرف يصرفها قال لي ياك من الجزارين الصفه دي صحيحه صحيح لكن طبعا الحاجات اختلفت هسه يعني زمان ما في لحمه بعد الساعه 12 بالظهر ما في يعني هسه ممكن تمرق باي جاي بتشتري لحمه طيب محمد يعني علاقتك بالسياسه يعني الانغاز تكبيك بدات في قصه السجن ناس استغربوا شديد جدا انه الانغاز محمد لما جاء هو كان في التلفزيون انت مدير اداره سياسيه وسجنتك مشيت المعارضه بقيت جزء من العمل الدبلوماسي بتاعه ومدافع فيها فناس كتار بيفتكروا انه محمد بيعمل الحياه ونقيضه ناس اكثر ما بيحبوا محمد قالوا محمد انتهازي اي هو طبعا داير اقول لك انا كنت في التلفزيون وبعدين يعني كنت فترة الديمقراطية دي يعني زي ناشط في مسائل الأدب والشعير والتحالف اللي كان قايم ضد الإسلاميين يعني أنا 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 مثلا بمجهوداتي الشخصية أنا نقلتها العيد الخمسين والأربعين بتاع الحزب الشيوعي في التلفزيون أول الشيوعي ما بيحبوك ما بيحبوني ليه؟ والله يا اخي ما هم افتكروا احنا فوضويين يعني افتكروا احنا ناس فوضويين قالوا فتره كده سجنت معاهم كانوا بيخافوا منك يقولوا يقول ده غواصه كده اي ايام بعدين طبعا عندهم هاجس كده عجيب بتاع غواصات وامن وكده لكن من بدري الحكايه دي مش هسي بعد ما جات الناس لا الكلام ده في مايو من ايام مايو اي من ايام مايو ف انا صدف انه اعتقلوني يعني في الايام الاولى للانغاز والله ما اعرف السبب لحد هسه يعني على العموم كان في اعتقالات كده واسعة بدأت تقريبا شهر 10 سنة 89 واستمرت تقريبا لحد 93 فأنا كنت من أوائل الناس اللي مسكتها يعني وقبلها اتفصلت من التلفزيون هذه الفترة اللي بقى أنا اشتغلت فيها جزار حقيقي لما اعتقلوني ده أنا كنت جزار دي جزر جنب سعد المريخ مع عوض خالدي وشغال يعني من التلفزيون للجزارة من الستاند باي ستوديو لل هنا جايب جايب البهيمه دي يا ولد اي فجاء اعتقلوني في الظروف دي ومشينا وما يسمى بيوت الاشباح دي انا من اوائل الناس اللي دخلوا فيها حتى لو كان صادق شامي كتب مذكراته في السجن فقال ما سجنوا مع محمد خير ما سجن وكنت مسلي الناس شديد جدا في البيوت دي وكده شنو قصه ومشينا كوبر نعم شنو قصه المكوه في ظهرك كنت تعملها في القاهره قال محمد عنده مكوه في ظهره ما عارف هي ما هي دي الفتره وشوف طبعا انا اقول لك الفتره الاولى دي 89 لحد 92 دي كانت فتره صعبه حقيقه يعني هو صنع عليه صفاء وعليه وفاق
مع اخواننا الحاكمين وكذا، لكن الفتره دي كانت فعلا فتره قاسيه وقاسيه. وأسأل من الناس يقول لك اعتقلونا، ويعني بضحك يا اخي احنا كنا في البيت ده بنتهبب بالطوب، يعني البيت كنا احنا ممسوكين فيه ما عارف انه وين ذاته. والله العظيم في طوبه جوه البتاع ده صادق سامي ده كان بيتهبب بها والله. يعني هسه الاعتقال بقت 3 يوم ومتلفز وفي الجرايد واتساب وفي الواتساب وفي كده ما شافوا اعتقالات. اي فانا قعدت لحد 91 قعدت 23 شهر. بعد ذاك طلعت كيف؟ طلعت انا مشيت بحلفه زقت ايوه مشيت القاهره بحلفه، يعني كانت مغامره يعني انا وزوجتي وواحد من اولادي. وبعد 3 يوم نحن وصلنا اسوان يتحركوا اولادي وجينا في القاهره. وطبعا زول معروف للناس، وكان الوقت ذاك عندهم مشروع بتاع اذاعه ملوك التجمع الوطني وكذا، وبعرفني طبعا الناس كلها، اخونا مبارك المهدي صديق بولاد وكذا والتجان الطيب وابو عيسى معرفه كويسه يعني. طيب خلينا مقبل انفصال القاهره يعني مسك في مايو، انت قبضوك لشو؟ في مايو دي انا كنت فتره مشيت ليبيا ومشيت ليبيا دي ذاتها كانت مرتبطه بعبد الله زكريا. ايوه ارزاق عنه كنت. ايوه واشتغلت في مجله اسمها الاسبوع الثقافي، وجيت راجع للسودان لوفاه ابوي. ففي المطار مسكون على اساس انه انا عندي علاقه بعبد الله. طبعا الامن بتاع مايو كان مخترق جبهه ليبيا دي اختراق مريح جدا. يعني اي صغيره وكبيره معروفه يعني. أنا كان عندي علاقة قوية بعبد الله، وتقريبا كنت ساكن معه أنا أخونا أزهر فضل الله وكذا، ومكتب في الأسبوع الثقافي ده اسمه خطة غزافي. كان طبعا الوقت ذاك ليبيا راعية كتاب الضيد كام ديفيد، فكان بيجي محمود درويش عادي، وكان معانا في 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 المجلة ذات محمد عفيفي مطر. طبعا دي الأسهم وأسهم يعني عفيفي ده بالذات اسهم. طب حطت لي بدي دايره لك كلام لهيك كده سجلوك هنا كم؟ اكيد قعدت زي 11 شهر. 11 شهر وطلعت قبل الانتفاضه بشويه كده. دي الفتره اللي انا قابلت فيها ياسر عرمان. وكان صغير جدا، كان عمره 19 سنه تقريبا. وقابلت فيها تجان الطيب والصادق المهدي و السجن بتاع مايو طبعا ذاته كان مختلف جدا، لان الناس بيقعدوا مسافات طويله جدا بالسنين 7 سنين وثمانيه سنين. يعني في محمد استاذ احمد عتيق ده من البعث، انا لمن جيت لقيته له 6 سنين ونص. في يوسف حسين حتى انا بتذكر بعد الانتفاضه عملت لي عمود كده اسمه يوسف مانديلا، قعد 9 سنين. يعني مسافات طويله جدا. فالسجن اتحول زي لهنا يعني محل كده زي بيتك يعني، وعندهم عود وكمانجات واحتفالات وندوات وتعليم لغه فرنسيه وتعليم لغه انجليزيه. ايوه والزياره، وعندهم حاجه اسمها الكميون، يعني ممنوع انت مثلا لو جابوا لك سجاير تستهلكوا وراك لازم تخطوا، يعني شيوعيين بيطبقوا الاشتراكيه جوا السجن. شايف؟ ويعني انا من الفترات دي يعني ترسخت لي علاقات عديده مع شخصيات كثيره جدا من، ويمكن ده سر انه انا هسه بكتب بمحبه عن اي زول. يعني بس طبعا انا في طلعت من النهايه لحد ما جيت راجع السودان ثاني. لا لا كده لانك تكتب بمحبه دي كتبت عن مبارك الفاضل بغير محبه. ديك طبعا ايوه ديك كانت خصومه، يعني ديك خصومه يعني عندها طابع ثاني. انا بالمناسبه يعني لسه نحن على الهواء وكده، انا ما عندي مشكله مع مبارك يعني بالمعنى المفهوم له مشكله، لكن الناس اللي كانوا حول مبارك
بيشعروا بيه. وبعدين مبارك ده صديقي يعني انا كلام عليه لانه المشاهدين انا اللي دخلت كده في القصه. نعم يعني دي اظن ايام القاهره. ايام القاهره انا مشيت انضميت للمعارضه في القاهره. اي انضميت وكنت زول اساسي في التجمع. وشنو جابك؟ كنت رئيس تحرير جريده السودان الناطقه باسم التجمع. اجاب الشتيمه والشكل بينك وبين مبارك والله ما هو قلت لك في خلافات. وبعدين عندهم مجموعه من 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 شباب يعني معانا في العمل يعني زي كانوا بحسوا انا بشكل عليهم خطوره كده يعني. وهي المساله كلها مساله اعلاميه يعني. فتحصل وشايات كثيره جدا ومحمد بيقول عنك كده. وبعدين في خلاف كان بين الاتحادين وحزب الامه. والاتحادين كان معاهم نص الحركه الشعبيه ومعاهم الحزب الشيوعي. وانا كان عندي علاقه قويه جدا يعني تجاني باطوار انه يعني قعدنا في السجون دي مع بعض كثير. فانحست انا للطرف الثاني ده. دخلت في صراعات المعارضه. انا ايوه. وبعدين برضو انا وقفت ودعمت بشكل كبير عبد العزيز خالد بشكل كبير لانه كان معانا في السجن هنا كده. لكن طبعا في الاخر بعد فتره توصلت لانه دي ما معارضه بسقط يعني ولا سقط جنين ولا سقط نظام يعني. فانا اول زول مشى كندا يعني اول زول فكر بشكل جاد جدا انه خارج من ينعت منها خالص يعني. وفي الوداع بتاعي ذاته عملوه لي في دار حزب الاتحاد الديمقراطي. اجابك الحزب الاتحاد الديمقراطي؟ لا لا يعني ما كان اي حاجه بتتعمل الدارهم كبير يعني. اي فعاليه للمعارضه بتتعمل في دار حزب الاتحاد الديمقراطي. دار كبير جدا. لكن ما كان عندك علاقه بالاتحادين؟ ما انت حولت بقيت الاتحاد؟ لكن ايه؟ طيب ما انت ما شفت الكتاب بتاعي. انا قلت الى زوجتي سعاد التي احتملت جنوني واعذابي العديده. بس العائله الوحيده اظنك ما بقيتش فيه. لكن ده كله بيجي ولا بقيتش فيه عيدات؟ والله بدري طبعا شايف. بعدين جمعت بين الحزبين المتناقضين. اي شايف كان ما... يفسر لنا الظاهره دي رغم انه الزمن ضايقنا والله. هو عارف هو ما اصلا هي الحكايه بتاعت الاحزاب دي ما هو برنامج واحد. هسه انت هسه انا بفتكر انه يعني اصلا ما المفروض يكون في خلاف بين الحزب الشيوعي والاسلاميين. ليه؟ لانه في النهايه ده مشروع مناقض ده. لكن شكل الدوله اللي حينتجها زي دي يعني قريبه يعني دوله يعني ذات فضاء مغلق يعني خاضعه للرغابه وخاضعه وبعدين فيها التمكين وفيها يعني التمكين الجد جد كان حيحصل لما لو الحزب الشيوعي استلم السلطه. لانه هو بداوا في مايو يعني في الفتره اللي نادي والثقافه دي كلها رسال. طيب محمد معلش انا والله المحطات كثيره والزمن ضايق شديد يعني. نعم. محطات كثيره اظن لازم نفكر لنا في جيه ثانيه. جيه ما بتكفي قاعد انا في المعاش. لازم نفكر لنا في جيه ثانيه. لكن يعني ادينا الخلاصه. انت مشيت من طلعت من سجن الانقاذ مشيت القاهره انضميت للمعارضه تجيت المعارضه كندا. ها بعدك مشيت كندا ما لقيت المعارضه منها فائده. مشيت كندا جيت رايح ثاني. نعم. العبره دي الحوامه دي اللفه في النهايه لحد ما جيت بجد دبلوماسي يعني. نعم. يعني الخلاصه طلعت بها شنو في حياتنا السياسيه؟ الخلاصه طلعت بها انه يعني ما دي انت زمنك قول 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 اوكي. انا من فتره طويله جدا مما جيت السودان. أنا جيت سنة 2003 وما جيت عشان أصالح ولا كده. أنا جابني صلاح إدريس. جابني صلاح إدريس على أساس إنه حكون مدير بتاع دار النشر. والحكاية دي كان وراه طيب صالح وكده في لندن. وصلاح ده صديقي شديد جدا يعني. وعندي بعض القصايد لحنوا وبغنوها فنانين وكده. فجابني وجيت ما جيت على أساس إنه أنا يعني مع حكومة ولا معارضة. لأنه أنا عمليا علاقتي بالسياسه الحركيه انتهت في سنه 96 لما مشيت كندا. فتحت صفحه جديده ودخلت في مسار ثاني مختلف ودار اكون اعلامي مهني فريلانسر يعني. فلما جيت اول حاجه طبعا كنت متخيل انه حيعتقلوني ثاني وبتاع. كان الوقت ذاك وزير الثقافه عبد الباسط عبد المجيد الباسط. فبعد يومين ما الجرائد نشرت انه انا جيت وكنت بكتب في الصحافه الراجل ده دعا لتكريمي. وبعدين جابوني انا واسحاق الحلنجي وسيف الجامعه وكرمونا وادونا اشرطه كده كثيره جدا
فيها انتاج بتاع هناي وشهاده. الشهاده دي مكتوب فيها انه انت يعني بنفخر انك حادي رقب وبتاع وكده. وانا في حياتي ما كتبت سطر لصالح الاسلاميين. فقلت يا اخوانا الحكايه دي معناها اتقلبت شديد جدا. عارف انا اللي خلاني افكر يعني يتعامل مع الانقاذ تعامل جديد حاجه اصلا متصوره. لما انا جيت مشيت لوالدتي في الكلاكله في بنات اختي واولاد اختي وبتاع، ففي تذكر ورقه بتاعت 50 جنيه اللون احمر دي اديتها لبنت اختي، وقامت شالتها وفرحت شديد، عمرها زي 4 سنين. بعد شويه جات تبكي، يعني سالوها من كانت ال 50 جنيه وقعت منها. قمت انا ناديته وداعب لها في شعارها كده، قلت لها هسه حتعمل شنو؟ قالت لي ما خلاص احتسبتها. انت عارف كلمه احتسبتها دي يعني انا غيرت رايي في الانجاز خالص. لسبب بسيط انه هسه ما ممكن يعني مثلا هناي كان مد ديالكتيك وكان مد بتاعتها القاها في الحياه العامه. فقلت يا اخواننا الناس دي الخطاب الايديولوجي بتاعه بقى يعني في شفاء الاطفال، معناه الناس دي اتجذروا بشكل عميق جدا. تعرف دي اول حاجه نبهتني، لانه انا اعيد النظر في 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 في, في مجمل الاشياء عن الانقاذ والاخوان المسلمين. كانت سهله عليك انك تعيد النظر، ما كنت خايف؟ طبعا الاتهامات اللي اطلقت تجاهك وانك انت انتهازي وانك زول بتاع مصلحه وانك كده وانك كده، الحكايه دي ما كانت توافق قدام عينك؟ ابدا. يعني انا قلت لك بس في اللحظه دي حسيت يعني مش انه انا ابقى مع الانقاذ ولا اخش ولا ابقى، انا بقيت ملحق اعلامي دي في ظروف مختلفه جدا، يعني في ظروف يعني انا شاركت في بفعاليه في ابوجا، ويعني يعني دي قصه طول، هاي قصه طويله جدا، لكن شنو يعني انا جيت في اطار بتاع بعد اتفاقيه نفاشه ما تمت، وضع جديد، الجو بقى جديد يعني. طيب شعر محمد ختاما يعني يعدي ما عاد انتهى، كتبته في الغزل نعم، تذكر منه حاجة؟ والله يا أخي ولا أقول لك قول لي قصتك في محمود محمد طه؟ لا يا تذكرها؟ لا لا أنا تعرف أنا قبل لما أنت قلت لي حتقرأ الشعر وكذا يعني أنا مشترك في الواتساب في صحفي سيون، أنت أظنك برضو مشترك فيه. أي نعم. بيكتب محمد ضياء، محمد ضياء ده من قيادات البعث. عارف محمد ضياء ده كل ما يكتب حاجة كده أنا بتذكر العراق وبتذكر المربد. أنا طبعا كنت بمشي بانتظام يعني، يعني كنت بمشي طوالي بانتظام، يقول الجماعة ده زمانه مضايق يضايقونا. فبتذكر في واحدة من مهرجانات المربد دي يعني أنا فعلا انفعلت بالحالة العراقية دي باعتبار إنها حالة سياسية لكن هي حالة ثقافية. فقلت كانت تكلمني القصائد منذ عشقي كان في طور الصبي، تقول لي إن العراق قصيدة لا يطالعها غبي، وأنا غبي شاعر لكنني اقتنعت بلا دليل واهتديت بلا نبي. لا أضيف معجزة التوجن ضمن عقل مستبي، ويلفني نخل العراق فأستجيش مرحبي، المجد للنخل الطويل وقدرة الأفواف والأغصان والنخل الطويل مؤدبي. أدبني النخل كرم وجهي بطلعته، فأفقت على وطن عربي بقلبي، لسان يغني ويومي إلي، توضأت صليت واستكت 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 حتى تذكرت أن الرسول يشق علي، حشود من النخل في مستهلي وحشد من الدمع في مغلتي، وبعض نبي يراجع شعري ويحشر معجزة في يدي، ويفتح صدري ليزرع مغفرة، عرق يتسامق من كبدي نخلا وعراق تصاعد في ساعدي. نخل العراق. ايوه شكرا لك. لكن قصيدة محمود دي هي مرون المرات الجاية، انا كل ما يكون عندك. كتبتها سنة كم؟ كتبتها بعد اعدام محمود، لا بعد الذكرى ال 12 لمحمود محمد طه. تتذكر مطلعها؟
مطلع نجيئك يا حبيب القتل بالتذكير والتأنيس والإعجاز والإنجاز، تبارك من هداك إلى سبيل العيش في الموت ومن سماك بالأستاذ. وتشرق يا ندى التاريخ في فسفورنا الأرضي، قلبك ملتقى العشاق، نبضك صيحة الأهواز، إذا اجتمع المجانين القصائد والغوات وضوأت بالبرق قافية تبارى فيك صوت عكاظ. تقول لنا قصتك بتاعت الغزل، مقطع منها برضه في الغزل، غزل العديل. والله الغزل دي لا الغزل تعرف أنا مرة زوجتي كان أنا ما سامع اسمع زوجتي مرة قالت لي يا أخي أنت كتبت في أي زول شعر وفي البنات وبتاع، أنت الوحيدة اللي ما كتبت فينا أنا قصيدة. فقلت لها بيت شعر واحد بس، قلت لها الحياة من غير سعاد زي تكون ماشي الصحافة تلقى نفسك في المزاد. شكرا للاستاذ الله يبارك فيك. شكرا للاستاذ محمد محمد خير. خلاص يعني نعتبر انه في مانع من في مانع من لا والله شكرا. نحن حقيقه محمد محمد خير ما بدينا معاه يعني للاسف الزمن الله يقنع جدا. انا قاعد موجود هذا قاعد موجود يعني ضمان انه نتلاقى ثاني. شكرا لك وشكرا للساده المشاهدين حتى المنتهى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.